مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. مكملين معكم بسلسلة بي اتش فيجيلنت، سلسلة التدريب الصيدلاني من قناة ميدز ديو. بالفيديوهات الماضية نحن تناولنا الجي اي سيستم، اليوم مكملين فيه بموضوع النوزيا والفوموتينج. زي ما بنستذكر يا جماعة، نحن المرة بالفيديوهات الماضية حكينا عن الدياريا، حكينا عن الكونستيبيشن. اليوم مكملين بنفس السيستم ولكن بموضوع جديد اللي هو النوزيا والفوميتينج، اللي هي لعية النفس والاستفراغ. قبل كل اشي خلينا نكون عارفين شو الاسباب او الكوزز اللي بتعمل لي هاد الكونديشن. في عنا اكثر من سبب ممكن تؤدي لي للنوزيا والفوميتينج، مثل اول شيء البريجننسي، الموشن سيكنس، الابسيت ستومك بيكون في عنا اوفر ايتينج، او الحليب. تمام، نيجي لأول نقطة اللي هي البريجنانسي. بالنسبة للنساء الحوامل، نحن بنعرف أصلا إنه أشهر أعراض الحمل إنه بصير في عنا نوزيا وفوميتينج. هاي النوزيا وفوميتينج أكثر شيء بتكون بأول 3 شهور. في بعض النساء ممكن حتى تمتد معهم على فكرة للشهر التاسع، يعني بيكون وضعهم مزري. ولكن أكثر فترة بيكون فيها كتير سيفير اللي هي أول 3 شهور. تمام، هلأ شو التفسير لهذا الإشي؟ ببساطة إنه نحنا حجم الرحم عنا عم يكبر، فبالتالي عم يضغط لي على الأمعاء، عم يضغط لي على المعدة، فبيؤدي إنه يصير في عنا نوزيا أو فوميتينج، أو إنه الأكل عم يعني مو كتير آخذ راحته بالمعدة بسبب الضغط، لأنه أساسا حجم المعدة عم يصغر، مو إنه بيصغر بشكل فعلي ولكن في شي عم يضغط عليه. تمام، السبب الثاني اللي حكيناه هو الموشن سيكنس. الموشن سيكنس المقصود فيه هو الدوار اللي بيصيب الأشخاص اللي مثلا بيطلعوا مواصلات لمدة طويلة بالساعات، للأشخاص اللي بيطلعوا بالبحر اللي هو دوار البحر، هذا بنسميه الموشن سيكنس. هلأ تفسير هاي الظاهرة جدا بسيط، إنه فعليا نحن مثلا لما نكون راكبين سيارة جسمنا ما عم يتحرك، أوكي، يعني إنه ما عم بحرك إيدي، ما عم بحرك رجلي، ولكن عيوني عم تتحرك، عم بتشوف مناظر، السمع عندي عم يتحرك. تمام، فالدماغ ما بيقدر يفسر هل أنا بمكان واحد ولا هل أنا عم بتحرك، فهون بصير عندنا confusion، يعني الريزلت له بصير عندنا النوزيا والفوميتينج بسبب عدم قدرة الدماغ أنه يفسر الحالة اللي أنا فيها. من الأسباب برضو ممكن يكون الأكل نفسه، يعني يكون في عنا food poison، ممكن أكون أنا آكل كمية أكبر من حاجتي فالمعدة بتتضايق، ردة فعلها أنه تعمل لي vomiting. ممكن يكون في عندي مشاكل بالهضم، تمام، ممكن يكون في عندي pathogens، فالvomiting برضو بيجي كردة فعل من الجسم حتى يخلصني من هاي الباثوجينز. أوكي، وآخر سبب من أسباب النوزيا والفوميتينج هو بيكون الأطفال. يعني مثلا لما يكون في عنا أطفال بعمر السنة، بعمر السنتين، معتمدين بغذائهم على الحليب الصناعي، تيجي الأم بتحكي لك إنه كل ما أعطيه يعني جرعة الحليب عم يستفرغها، ابني ما عم يتقبلها، غيرت له أكثر من نوع مثلا وبعده عم يستفرغ. فهاي الكونديشن برضو كمان شوي رح نعرف كيف رح نحلها. بعد ما عرفنا شو الأسباب اللي ممكن تعمل لي نوزيا أو فوميتينج، رح نبدأ بالتريتمنت. ولكن قبل نبدأ بالتريتمنت للكونديشن النوزيا والفوميتينج ذات نفسه، حبيت أذكركم بشغلة. بتتذكروا بالدياريا لما حكينا أنه ممكن يصير في عنا مشكلة dehydration، كونه الجسم عم يفقد كمية من السوائل من الإلكترولايتس، وقتها شو عملنا؟ أعطينا شيء يعوض لي من هذا الفقدان، صحيح، اللي هو الـ ORS. حكينا هو عبارة عن ساشيت منحلها ب 200 مل من الماء، كل ساشيت ب 200 مل، وحكينا شو جرعاتها للأطفال والأدلت إذا بتتذكروا. الأطفال كنا ذاكرين إنه بنعطي 5 مل كل 5 دقائق، والأدلت بنعطي 15 مل كل 5 دقائق. بهاي العملية أنا بكون عم بعوض الجسم عن السوائل اللي عم يفقدها، وبكون ما بعرض نفسي إنه يصير عندي dehydration، وبالأخص نركز على هذا الإشي في حال كان المريض طفل. تمام، لأنه مشكلة dehydration صراحة ممكن تؤدي لأمراض ولا conditions يعني أكبر بكتير من قصة إنه بس فقدان سوائل. تمام، فنكون حذرين وننبه على هذا الموضوع قبل أصرف أي دواء للمريض.
هلا نبدا بالتركيبات الدوائيه اللي بتشتغل لي على موضوع النوزيا والفوميتنج. اول تركيبه دوائيه هي الدومبيريدون، تمام؟ الدومبيريدون شو الميكانيزم تبعه؟ الدومبيريدون بيعمل انه بيضيق لي الباب تبع المعده وبيعمل ريلاكسيشن للمخرج تبعها، تمام؟ انا بهاي العمليه شو بكون استفدت؟ بكون استفدت انه الاكل ما عم يضل مده طويله بالمعده، عم بصير تفريغ، اوكي؟ فما في مجال انه حتى لو حسيت بده يصير عندي نوزيا وفومتنج ما في اكل حتى يطلع، لانه اوريدي الاكل عم بصير له تفريغ مباشره للامعاء، تمام؟ بالاضافه انه الدومبيريدون بيشتغل لي على الفومتنج سنتر اللي موجود بالدماغ. فالدومبيريدون بعتبره هو افكتيف للنوزيا والفوميتنج طبعا، ولكن يعني بعتبره متحيز شوي للنوزيا اكثر من الفوميتنج كونه بيشتغل لي على الدماغ، اوكي؟ ولكن هو افكتيف بالحالتين. اشكاله التجارية في عنا بيجي على شكل حبوب وبيجي على شكل سيرب. اسماءه في عنا الدومبيرايد لدار الدواء، الموتيلات للرام، والموتيليوم لتليجراف، اوكي؟ هلا بالنسبة للموتيلات والموتيليوم كونه بيجوا على شكل سيرب، فأنا من هون بستنتج إنه بقدر أعطيه للأطفال. جرعة الأطفال بتكون وزن الطفل بضربه ببوينت ثري، أوكي؟ بعطيه لحتى 3 مرات باليوم. طبعا أدوية الاستفراغ بعطيها بعد الأكل بنص ساعة، وحكينا بنقدر نكررها لحد 3 مرات باليوم. أما بالنسبة للأدلت فبعطيهم التابلت جرعتها بتكون 1 تابلت 3 مرات باليوم، وبرضه بنفس التكرار بيكون بعد الأكل بنص ساعة. هلأ شو مشكلة الدومبيرايد أو الدومبيريدون؟ عفوا الدومبيريدون زي ما حكينا أنا بقدر أعطيه للأطفال، بقدر أعطيه للأدلت، ولكن ما بقدر أعطيه للحوامل، ما بقدر أعطيه للمرضعات. وحتى في دراسات بتحكي لي انه الناس اللي بيكون عندهم كارديوفاسكولار ديسيز ما بفضل اني اعطيهم الدومبيريدون، بروح على تركيبة ثانية تكون مفيدة لهم. اذا الدومبيريدون بعطيه للاطفال عادي، بعطيه للادلت عادي، ولكن لا يحبذ انه اعطيه للحوامل ولا للمرضعات ولا للاشخاص اللي بيكون في عندهم كارديوفاسكولار ديسيز. هلا من الاشياء اللطيفه اللي يعني حلو تكونوا عارفينها عن الدومبيريدون انه له اوف ليبل يوز بالميلك برودكشن اللي هو انتاج الحليب او ادرار الحليب. طبعا هذا الاستخدام يعني ما بيزبط انه نحن نستخدم يعني نصرفه كاو تي سي، ولكن ممكن تيجينا يعني لا تستغربوا لما تيجيكم وصفه من طبيب مثلا طبيب نسائيه ولما تسال البيشنت انه شو مشكلتك تحكي لك انه والله عندي مشكله بادرار الحليب وهو فعليا كاتب لها دومبيريدون، تمام؟ ف هذا الدواء في له اوف ليبل يوز انه بيعمل لي ميلك برودكشن. التركيبه الدوائيه الثانيه اللي بتشتغل لي على النوزيا والفوميتنج هي الميتوكلوبراميد. الميتوكلوبراميد برضو هي من الأدوية اللي بتشتغل لي على الدماغ، بيشتغل على مستقبلات الدوبامين، بيعمل لهم تثبيط. هذا الإشي بيعمل لي إنه بيزيد من حركة الأمعاء من الجي آي موتيليتي، وبيقلل من السفنكتر زون اللي هو باب المعدة. فنفس شغل الدومبيريدون تقريبا، راح تتفرغ عنا الأكل من المعدة، ما راح يطول فيه. فهون أنا بتفادى إنه يصير عنا نوزيا وفوميتنج. هلا الميتوكلوبراميد ما بقدر اعطيه لاطفال اقل من 6 سنوات، تمام؟ خلينا نكون متفقين على هذا الاشي. واصلا لو اجينا على اشكاله التجاريه هو ما في منه سيرب، بس بيكون متواجد على شكل تابلت وبيكون متواجد على شكل انجكشن سواء كانت عضليه او وريديه، تمام؟ ولكن انه اعطيه لاطفال اقل من 6 سنوات فهذا الاشي ممنوع، كونترا انديكيشن. برضه للحوامل والمرضعات يعني هو يعتبر كاتيجوري بي، بس ما بحبذ ابدا انه نعطيه لحوامل او نعطيه لمرضعات، في لهم تركيبات خاصه فيهم كمان شوي رح نتعرف عليها، تمام؟ فما في داعي الجا للميتوكلوبراميد لشخص او لبيشنت تكون حامل او مرضع. الميتوكلوبراميد هي انسب تركيبه للاشخاص اللي بيكون في عندهم كارديوفاسكولار ديسيز، عندهم مشاكل بالقلب او بالجهه او بالاوعيه الدمويه. هذا الدواء او هاي التركيبه هي انسب شيء لهم، بعطيهم اياها وانا بكون مطمنه انه ما راح يصير في عندهم اي سايد افكت، اوكي؟
طبعا الدوز تبعه زي زي الدومبيريدون، بعطيه حبة لحد 3 مرات باليوم. من أسماء التجارية في عنا الكلوبرام للحكمة، اللي هو بيجي على شكل تابلت وبيجي على شكل انجكشن، وفي عنا البرامبيران لألفة، التركيز تبعه بيكون ثابت 10 ملي جرام. هلا نيجي لكومباينيشن عملوه، وجدوا انه هذا الكومباينيشن كتير افكتيف لمعالجة النوزيا والفوميتينج، اللي هو الميكلوزين مع البايريدوكسين. الميكلوزين للي ما بيعرفه هو عبارة عن انتي هستامين، ولكن هذا الانتي هستامين بالذات وجدوا انه له انتي ايميتيك افكت، فحكوا ليش ما نستغله ونعمله بتركيبة تساعدني على حل مشكلة النوزيا والفوميتينج. وبالفعل هذا اللي صار، ولكن شو عملوا؟ عملوه بكومباينيشن مع البايريدوكسين اللي هو الفيتامين بي 6. تمام، هلا الفيتامين بي بشكل عام بيساعدني انه يقلل من النوزيا او الفوميتنج، فعملوا كومباينيشن ما بين الميكلوزين والبي 6. الاسم التجاري اللي طلع هو الفومينور للسلام، وبرضه في عنا النافيدوكسين لطنوس، ولكن حاليا مو موجود بالسوق، يعني اللي انتوا رح تشوفوه هو بس الفومينور. صراحة هو يعتبر الـ first choice للأشخاص، للنساء اللي بيكونوا حامل، يعني أغلب دكاترة النسائية بيكتبوا لهم الفومينور. استخدامه بيكون مرتين باليوم، بنعطي حبة بالليل قبل النوم وحبة أول ما نصحى الصبح. طبعا شو الغاية من هاي يعني هاي الستبس؟ انه حبة الليل رح تغطي لي كل فترة الليل، فالبيشنت اللي بتكون بريجننت ما رح تتغلب وهي نايمة، وحبة الصبح برضو انها تغطي لي كل فترة النهار، فما تتغلب الحامل كمان وما تحس بأعراض النوزيا والفوميتينج. هلا بالنسبة للفومينور، هو برضو بيفيدني بحالات الموشن سيكنس كثير افكتيف، بعطيه يعني بنعطي حبة قبل ما يكون في عندي مشوار، أو المريض يكون في عنده مشوار بنص ساعة. تمام، إذا للموشن سيكنس بعطي حبة قبل المشوار بنص ساعة. برضو من التركيبات اللي تعتبر سيف للبريجننت وومن اللي هي الأوندانسيترون، موجودة بأسماء تجارية زي الزفران والأوندا والزيمترون، بقدر أعطيه للحامل وأنا مطمنة. والإشي الحلو فيه كمان إنه بعطيه للأشخاص اللي بيكونوا ياخدوا كيمو ثيرابي، يعني في حال هدول الأشخاص أصلاً أنتوا بتعرفوا نفسيا بيصيبهم فوميتينج قبل الجرعة الكيموثيرابي، فأنا بعطيهم هاد التركيب، هاي التركيبة كبروفيلاكسس قبل خلينا نحكي بنص ساعة من العملية. غالبا الدكاترة هم اللي بيوصفوه، ومعي يعني خلال اليوم برضو أعطيه مرتين كمان. تمام، يعني لحد 3 مرات باليوم. بالنسبة للبريجننت وومن برضو نفس الاشي، هو يعتبر سيف إلها وبعطيه وأنا مطمنة، هو صراحة يعني كثير افكتيف. هلأ من الأشياء الطبيعية اللي بتساعدني بحل مشكلة النوزيا والفومتينج، يعني بكثير أحيان أنا ما بكون بحاجة أني ألجأ لتركيبات كيميائية حتى تنحل هاي المشكلة، في عنا الزنجبيل. والزنجبيل يعني صراحة هو سيف ذو حدين، خصوصا للبريجننت وومن، فأنا لما بدي أعطيه بدي أكون كثير حريصة وأنا عم بوصفه، بحيث أنه ما أعطي جرعة زايدة، بحيث أنبه على المريض ما ياخده، أو على خصوصا سواء يعني كان لما تكون البيشنت وومن أنه ما تاخده بحرية وقد ما بدها باليوم. هلأ الجرعة المسموحة أو المدروس أخيلها لليوم ما بتتجاوز 1 جرام من الفريش جينجر، اللي هو بيكون طبيعي يعني ما بيكون باودر. يفضل أنه نجزئها على 4 جرعات، يعني كل مرة 250 ميلي جرام 4 مرات باليوم. صراحة كثير افكتيف وبيخفف لي جدا من اعراض النوزيا والفوميتنج، ولكن زي ما حكينا بكميات مدروسة، لانه لا سمح الله لو زادت الجرعة عن هذا الحد المسموح ممكن انه يصير في عنا اجهاض او ممكن انه نخسر البيبي. تمام، هلا في عنا شركات استغلت هاي الفوائد للزنجبيل وعملت منها سبليمنت زي البيو انرجي، طلعت لنا برودكت اللي هو البيو امسز، هو عبارة عن زنجبيل فيه 90 كابسول، بنستخدمه لحد 3 مرات باليوم عادي. وبرضه هو بيساعدني انه يحل لي مشكلة الفوميتنج حتى للبريجننت وومن، يعتبر سيف. من الأدوية برضه اللي بتعتمد على الزنجبيل بتركيبتها اللي هو النوزل، النوزل هو عبارة عن دروبس بتحتوي على الزنجبيل، بتحتوي على فيتامينز زي فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6. نحن حكينا انه فيتامين بي له تأثير انتي ايميتيك افكت، فهم جمعوا بين الاثنين ما بين الزنجبيل
وما بين البي 6 وطلعوا لي هاي الدروبس، وهي صراحة كثير افكتيف وآمن للبريجننت هومن. واخر شيء برضو من الاشياء اللي بتحتوي على الزنجبيل اللي هو الفينيجر 6 او دي اف، اختصار او دي اف اللي هو بيكون عندنا اورال ديسبيرسبل فيلمز، اللي هي شو بتكون هاي؟ يعني بيكون على شكل، من اسمها بتكون على شكل فيلم او بتكون على شكل شرائح جدا رقيقة، بنحطها على اللسان، يعني بثواني بتكون صار لها تحلل، صار لها امتصاص واعطتني الافكت تبعها. هاي الشرائح بشكل رئيسي بتحتوي على الزنجبيل وبتحتوي على فيتامين بي 6، تمام؟ فهي صراحة تعتبر كتير افكتيف، والحلو واللطيف فيها انه ما بنحتاج انه نشرب مي وراها يعني، وامتصاصها جدا سريع لانه على اللسان مباشرة. اخر شيء اللي هو نحن بالبداية حكينا من الاسباب النوزي والفومتينج ممكن يكون حليب الاطفال، صح؟ فاجت الشركات اللي بتصنع لي هذا الحليب وحكت ليش ما نعمل فورميلا تكون مخصصة لهاي المشكلة، وبالفعل اوجدوا لنا فورميلا اللي هي بيكون مكتوب عليها AR. هاي الفورميلا بتكون مخصصة للأطفال اللي بيضل يصير عندهم فوميتنج بسبب الحليب الصناعي، في حال يعني جربنا لهم أكثر من اسم تجاري وظلت عندهم هاي المشكلة، فأنا بلجأ أنه أعطيهم تركيبة الAR. كل اسم تجاري لدواء أو عفوا لحليب بيكون لعمر معين، يعني مثلا نان الاي ار تبعه بيكون من حديثي الولادة لعمر السنة، تمام؟ أما البيبيلاك مثلا بيكون لا، من حديثي ولادة لست أشهر. فننتبه لهذه الأشياء، كل هاي المعلومات بتكون موجودة على العلبة نفسها، فنحاول نقرأها قبل ما نعطيها للمريض. طيب في شيء أنا ما ذكرته، إنه نحن أيام الجامعة كنا مجرد ما حكوا لنا أعطيني سايد إفكت لدواء على طول نحكي لهم نوزي أو فوميتينج، تمام؟ هذا الشيء مظبوط، يعني أغلب الأدوية هي السايد إفكت تبعها إنها بتعمل نوزي أو فوميتينج، ولكن في أدوية بشكل رئيسي تعمل لي نوزيا وفوميتنج. فالمطلوب منكم تشوفوا لي شو هاي الأدوية اللي أشهر سايد إفكت إلها هو النوزيا وفوميتنج وتكتبوا لنا إياها بالتعليقات. هيك بنكون خلصنا موضوع النوزيا والفوميتنج، إن شاء الله تكون المعلومات اللي فيه استفدتوا منها. حاولوا اكتبوا كل إشي عم تسمعوه، ارجعوا اقرأوه مرة على مرة، إن شاء الله المعلومات بتتثبت، ويعطيكم ألف عافية.